الحقيقة إن في دايما مفهوم عند كتير من الأمهات بتقول إن الحساسية عند الأطفال دايما ديت بتيجي، خاصة حساسية الصدر يعني، بتيجي في الشتاء ما بتجيش في الصيف، فإيه رأي حضرتك في لا الأفكار طبعا، دي؟ حساسية الصدر طبعا ممكن طول السنة يعني، وأكتر بس تبقى أكتر في فترات تغيير فصول، يعني ممكن يبقى في الربيع في مداخل الشتاء، وفي الصيف طبعا نتيجة اختلاف درجات حرارة الجو المفاجئ. بمعنى لو الطفل مثلا دخل البسين قعد شوية في مية فترة، وعند طلع على الجو الحر اللي بره البسين ده، التغير في درجات الحرارة بيظهر أعراض الحساسية في الأطفال. كذلك التكييفات، يعني تغير درجة الحرارة برضو من غرفة لغرفة يؤدي إلى ظهور أعراض الحساسية. إذا الحساسية ليست في الشتاء فقط، ولكن ممكن تبقى على مدار العام حسب تعرض الطفل لما هو ما يهيج صدره عشان تظهر عليه أعراض الحساسية. طيب نحب نعرف من حضرتك بقى ايه هو مفهوم الحساسية؟ هي الحساسية الصدرية الحقيقة هو تعريفه بالضبط العلمي هو مرض مزمن وليس مرض مؤقت. مرض مزمن يعني ايه؟ يعني بيستمر فترة من فترات الحياة في الطفل، حتى ممكن ينتهي او ما ينتهيش مع العمر يعني. وهو عبارة عن ضيق في الشعب الهوائية، تزييق في الصدر، كحة متكررة اكتر في الليل من النهار، لكن احيانا تبقى في النهار افضل، لكن معظم كحة الحساسية تبقى اكتر في الليل، وبتظهر في اوقات معينة وفي ظروف معينة اذا تعرض الطفل لهو ما هي مسببات الحساسية بالنسبة له. فنزلات البرد المتكررة مثلا تؤدي إلى ظهور أعراض الحساسية. التعرض لمهيجات للأتربة، للأبخرة، لدخان السجاير والشيشة، مثلا حشرات الفراش موجودة في الفرش، التراب، في بعض الأكلات بتظهر الحساسية. وبتختلف من طفل لطفل الحقيقة الأعراض يعني. يعني ممكن طفل يجيله كحة متكررة بس، في طفل صدره يضيق بس، في صدر يجيله أزمة يعني ضيق حاد في الشعب ويتطلب دخول مستشفى. فهي الحقيقة أعراض الحساسية درجات مختلفة، تختلف من طفل لطفل، تختلف برضو حسب العلاج اللي ماشي عليه، لأن الحساسية ليست لها مجرد دواء ينتهي، لا، الحساسية لازم يبقى لها دواء كنترول باستمرار، وخاصة إن في المواسم اللي بيظهر فيها الأعراض الحساسية. طب ايه هي بقى اعراض حساسية الصدر بالذات يعني؟ ما هي حساسية الصدر في الأطفال زي ما قلت أعراضها مختلفة من طفل لطفل. يعني في طفل يجيله كحة متكررة أثناء الليل، ما ينامش طول الليل من كحة. ما ينامش طول الليل من كحة، دي من ضمن الأعراض. في طفل يكح ومامته تسمع صدره بيزيق وبيصفر. في طفل يجيله أزمة، أزمة يعني ضيق حاد في الشعب، مش قادر ياخد نفسه وبينهج وما ينفعش حتى نعالجه في البيت، نضطر نروح مستشفى. هي دي أعراض الحساسية، ملهاش أعراض تانية. طيب إيه أسبابها بقى؟ أسباب الحساسية أولا متعددة، وفيها عامل وراثي شوية، إن بيبقى في العائلات تلاقي العائلات معظمها عندها حساسية وبيتوارثوا الحساسية.